انضم الينا للمزيد حول هذا الموضوع من اسطنبول المحلل العسكري السوري الاستاذ عبد الله الاسعد. اهلا بكم الى هذه الجوله الاخباريه استاذ عبد الله. هناك حديث عن هجوم تركي انطلق من مدينه اعزاز باتجاه عفرين، ما اهميه هذا الهجوم الان؟ هل فعلا بدا الهجوم البري؟ مساء الخير لك وللاخوه المشاهدين. بالتاكيد يعني لابد من قيام العمليه البريه في التوقيت المناسب بعد ان قامت القوه الجويه والموجات الجويه الكثيفه بقصف الاهداف التي تشكل خطوره والتي بتدميرها يعني يتم هجوم ناجح. بالتاكيد طبعا من اكثر من محور تم الهجوم البري ل يعني ارتال الجيش الحر والجيش التركي طبعا بمؤازره القوى الجويه. هذا الهجوم طبعا على ما يبدو انه بعد رصد الاهداف التي تم الرمي عليها من قبل الطيران والمدفعيه والصواريخ أن أبطلت وأسكتت جميع مصادر نارية. نعم. وبتدمير هذه الأهداف يتم بالتأكيد يعني خلق مناخ ملائم من أجل القيام بهجوم بري من أجل الاستيلاء على خطوط دفاعية جديدة. وهذه الخطوط طبعا تقوم القوات التركية وعناصر الجيش الحر بإنشاء خطوط يعني أقوى وأمتن من أجل الانطلاق إلى مواقع أخرى والوصول إلى عمق الدفاع. هل الجيش السوري الحر أستاذ عبد الله، هل الجيش السوري الحر قادر على حسم المعركة في عفرين؟ طبعا الجيش الحر يعني بمؤازرة القوات التركية وبإسناد من الطيران التركي والمدفعية والصاروخية بتلك المناطق بالتأكيد يعني له تجربة سابقة في درع الفرات، وكانت المعارك في السابق في مدينه الباب كانت اشرس من هذه المعارك واقوى طبعا بالتاكيد. يعني لاحظنا ان يعني تقدم الجيش الحر طبعا على خطوط الدفاعيه الاماميه لهذه الاحزاب الموجوده هناك طبعا لم يكن بضراوه يعني المقاومه التي ظهرت في منطقه الباب. نعم. واستمرار الطلعات الجويه كانت يعني هناك كانت أكثر وأشرس وأعنف، لأن هنا على ما يبدو في بداية الهجوم رأيت انهيار كبير للخطوط الدفاعية واستسلام الكثير من عناصر هذه الأحزاب، وطبعا الأسر أحيانا يعني البعض منهم قد تم أسره، والتقهقر السرية طبعا يدل على أن يعني هذه الأحزاب. تفضل أستاذ. نعم، يعني ما سبب هذا التقهقر؟ أنت تتحدث عن تقهقر لميليشيات يعني عاثت في الأرض فسادا، قادرة هذه الميليشيات على فتح جبهات وأيضا سيطرة على قرى، يعني تقهقر بهذا الشكل السريع، ما هو السبب وراء هذا التقهقر؟ يعني السبب يعني من الناحية التكتيكية أنها لم يعني هي لم تكن يعني قد أقامت خطوط وحصرتها بشكل صحيح، نظرا يعني لم تقم بخطوط في مركز وجودها، لم تقم بعمل خطوط دفاعية تحسبا لأي هجوم على عفرين. عفرين مركز رئيسي بالنسبة للميليشيات الكردية. نعم بالتأكيد، هو يعني هذه الخطوط التي تتحدث عنها يعني لم تكن محصنة تحصينا مثلا قويا، ومعروف يعني هذه الأحزاب التي كما تفضلتم بانها اعثت فسادا هي لم يكن لها يعني عباره عن يعني قوة تنظيميه ذات مفهوم عسكري بحت من اجل مثلا صد هجمات مثلا محتمله في المستقبل، وانما هي لها يعني سيف ذي حدين، كانت هي تفتك باهل المنطقه حتى من اهالي عفرين، وكثير من اهالي المنطقه غير راضين عن عمل هذه الاحزاب في تلك المنطقه لانها كانت ذات يعني عمل كثير وعدواني على عناصر الثوار والجيش الحر في تلك المناطق. وما قامت به وما تقوم به اليوم يعني من تقارير الوارده من الداخل انها تقوم الان يعني في ظل مثلا هذه المعارك تتبع اسلوب نفس اسلوب قوات النظام الذي كان يقتل المدنيين في السابق ولم يعني يقصف مثلا خطوط الجبهات وانما يقصف مدنيين. الان تقع قذائف من هذه الاحزاب على المدنيين في كلس وفي الريحانيه. فلذلك هم يعني ليسوا بالمعنى الحقيقي مثلا المقاتلين الذين لديهم احترام للناس والمدنيين ولقوانين الحرب ايضا للحرب. نعم. قوانين بالحديث عن السيطرة من قبل الجيش السوري الحر على بعض المناطق والتلال في عفرين، من المنظور العسكري كيف من الممكن أن تكون خطوط المعركة أو سيناريو المعركة في المرحلة المقبلة؟
هو يعني قد يكون اشبه بال يعني بالدفاع الدائروي عن تلك المناطق، او الاحاطه بالقرى، كون يعني قرى عفرين متناثره، ويعني مناطق تبعد عن بعضها البعض يعني بعض الشيء، وهي تقريبا حوالي 300 قريه في محيط عفرين، مساحتها 3850 كيلومتر مربع. هذه المنطقه يعني هي لم تقم مثلا بخط مثلا خط اساسي يعني دفاعي طويل، وانما على ما يبدو ان هذه المناطق هذه خطوط حول نقاط استناد وحول قرى انشاتها، ولكن ليس بمفهوم الخط الدفاعي يعني التكتيكي المتعارف عليه لدى الجيوش، وانما هو عباره عن يعني حرب عصابات ارادت منه هذه الاحزاب ان يكون يعني كمناوشات او يعني عباره عن مناطق لاطلاق النيران على اهداف هي تريد ان تقوم بقصفها، وحتى لم يتم تحضير من قبلها لان تكون مثلا قوه دفاعيه عن تلك المناطق، وانما هي عباره عن قوه عدائيه تتمركز في تلك المناطق والقرى المحيطه بها. ومن اللحظات الاولى يعني عندما دخلت عناصر الجيش الحر مع القوات الخاصه التركيه الى منطقه مناطق شنكال و13 نقطه تحيط بها، يعني وجدوا ان سريعا تم احتلال هذه النقاط وهروب العناصر منها بشكل سريع جدا. نعم الاستاذ عبد الله، وصلت الفكره الاستاذ عبد الله الاسعد المحلل العسكري السوري، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.